السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا اصدقائي مرة اخرى، ورحب بكم اجمل الترحيب بقناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. واليوم راح ناخذ او سوف ناخذ اغنية غني لي شوي شوي على مقام الرست، وأيضا بعد ما تعلمت سلم مقام الرست واللي تمرنت عليه بكل تأكيد، راح أنه أولا سوف نبدأ بقراءة ولو مختصر لثلاثة أغاني، وسوف أضع أمامكم جدول بالأغاني المهمة لمقام الرست لكي تكون دليل لكم، إضافة إلى النوتة الحرفية لغني لي شوي شوي. مثل ما تلاحظون أمامكم الورقة، بكتب اسمك يا بلادي ومن عز النوم ومقدمة موسيقية مستنيك وغني لي شوي شوي. مثل ما تلاحظون أمامكم هي مجموعة من الأغاني اللي هي مهمة جدا واللي دائما راح تستفادون من أدها، واللي هي الطريقة الأولى اللي راح أبدأ استخدمها مثل بقية المقامات الراح التي ستأتي بعد إذن بالأيام القادمة. سوف أبدأ باستخدام أنه أضع لكم ورقة بالأغاني اللي هي من المقام الذي سوف نأخذه. لذلك أيضا أمامكم هو النوت الحرفية، سنجدها أمامكم وأنا سوف أقرأها أمامكم ومن ثم أبدأ بالعزف بها، اللي هي أمامكم بالورقة راح تصير بداية العزف. أنا دائما أنه أؤكد عليكم أنه دائما حرفيا ونطق باللسان، وتكون دو 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 ري مي، هذه تتمرن على هذه النوتة تتمرن عليها 10 مرات. دو دو ري مي مي با صول با صول مي مي با صول با مي با مي را مي با صول با مي با مي را، هذه تتمرن كل مقطع 10 مرات. بعد ما راح تشوفون النوت الحرفية ايضا مرة اخرى راح تصير عندكم دو دو مي مي دو 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 دو، اصبع الثالث دو دو مي 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 فا صول فا مي فا مي را دو زي دو را 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 مي فا مي را مي فا مي. التمرين ري مي فا مي را مي را دو سي سي دو را را ري مي را دو ري مي را دو 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 ري مي 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 فا مي را مي فا مي را ري مي فا فا صول فا مي صول فا مي 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 فا صول صول لا صول مقطع مقطع، يكون مقطع مقطع دو دو ري مي 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 فا صول فا مي فا مي را، هذه 10 مرات او 15 مرة او 15 مرة او 20 مرة، يعني دو دو ري مي 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 فا صول فا مي فا مي را دو سي دو ري ري رامي فامي رامي ردو سي سي دو را را رامي ردو رامي ردو
هكذا تكون الأغنية بالتفاصيلها، ويجب أن يكون الفيديو يكون الإعادة تكون مكررة لديكم لكي تكون أو لكي يكون الحفظ جيد. وأي سؤال في تعليم النغمة أنا حاضر وجاهز، وأتمنى الإعجاب والمشاركة في الفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو في أي مكان. وأتمنى لكم التوفيق، وتحياتي إلى أخواني العرب لأنني أتحدث اللغة العربية الفصحى مساعدة لإخوان العرب في المغرب العربي وأيضا في كثير من الدول العربية في الشام وفي دول الخليج. وأتمنى لهم التوفيق، وأي سؤال في هذه الأغنية لكم التوفيق، وأتمنى لكم التسهيل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.